في البدايه اقول احب اقول لك ابتديت الموضوع ازاي. وانا صغير كنت بحب جدا المجلات الاجنبي اللي فيها صور اعلانات، فكنت دايما كنت بروح وسط البلد اشتري المجلات دي الاجنبيه. وكنت بنزل اشتريها مخصوص وافضل اتفرج على الموضه وشكلهم. كنت بحبها، دي كانت السر ان انا دخلت تصوير. يعني انت داخل معهد عشان انت شايف ان هي دي موضه، صوره وموضه وبوز وقعده ولون وحاجات فيها شكل حلو، فانا كنت طول الوقت بحب الحاجات اللي شكلها حلو. طب بما انك انت شكلك حلو وجاهز، ربنا يخليك، كنت بتعمل ايه بقى في مع المعجبات بقى؟ ومدير التصوير دايما بيبقى في اللوكيشن؟ لا مش لا لا لا، انا بروح وبتفرج. الناس طبعا الحمد لله في معجبين ومعجبات كتير، بس هي الفكره دايما انك انت البني ادم اللي روحه خفيفه او الكاريزماتيك، لان الكاريزما دي من عند ربنا سبحانه وتعالى. لو موضوع الحلاوه والوحشه شعر اصفر وابيض وكده، لا خالص، ما في ناس تنحى تقول له شبه الفراخ البيضه كده. اول حب بقى حبيته بقى كنت انت صغير قوي ولا انت؟ كنت صغير جدا. امتى؟ كنت رابعه ابتدائي حاجه كده. كنت رهيب انا. في حد بتحب تشوفه؟ فهو ده بيحبك؟ لا انا اصلا ما كلمتهاش. انت بتحبها بس كده؟ ايوه، كانت ساكنه قدامي في بلكونه مثلا الثانيه، وانا كنت في الرابع والخامس، فكنت بنزل تحت افضل قاعد قدام البيت اتفرج عليها في البلكونه وتطلع بس. بس انت في جامعه مثلا ثانوي اللي هو الحب بتاع المراهقه بتاعنا ده، ما تسميهوش حب. طول الوقت بخرج، طول الوقت عندي اصحابي، طول الوقت بسوق عربيات بشكل غريب، فالحاجات دي انتي بنات. طب انت اتجوزت ازاي بقى؟ اتجوزت بجوازه فيري رومانتك. مراتي نسمة عبد العزيز الميوزيشن، وعرفتها على المسرح. انا بصور الحفله دي، بنورها وبصورها وهي الحفله بتاعتها، فهو ده الكونتاكت. طب مين بقى، بما انك انت صورت كميه اعلانات كبيره، مين اللي هو اللي احنا كنا بنشوفه بعد يعني بعد ما الاعلان يطلع حاجه كده كاميرون دييز مثلا وهي في الحقيقه مش كده؟ الاسطوره اللي بالنسبه لي سعاد حسني. هي قدام الكاميرا سعاد حسني في الحقيقه بقى عامله ازاي؟ صغيره جدا، عينيها قد كده صغيره جدا، بس الكاميرا بتشوف كل التفاصيل اللي البني ادم ما بيشوفهاش بعينه، ودي فكره. في مسلسل الاسطوره بقى الحدث التاريخي، كل البنات اللي في الحاره حلوين قوي كده ليه؟ في فرق كبير بين الحلاوه والذوق، فكره ازاي انت بتقدم نفسك ازاي للناس اللي حواليك، فانت بتلبس مش عارف ايه وبتعمل ايه. انا مش بقول لك في حاجه بلدي كده. بلدي يوجا. بلدي يوجا يا راجل. الحاره الشعبيه او الحاره المصريه فيها ناس كتير جدا حلوه، رجاله وستات. اكتر اكله كده ممكن مثلا لما تبقى مثلا ايه مراتك مزعلاك او انت مزعله في حاجه؟ انا مزعله في حاجه، هي بتحب السمك، تروح جايب سمك الموضوع انتهى بخلص. وايه اللي مزعلك؟ كرومب، محشي كرومب. انا بحب المحشي. محشي كرومب خش خلاص. انا سعيده جدا والله، انا مبسوط اكتر. انت ذوق، والله كان نفسي اقعد معاك اكتر، ولانك ظريف واللي احنا بنعمله حاجه حلوه.